عنوان السؤال، فما صافرا الوصول فما خسنا وخزنا الى كيف تتعلم كثرة من اجل لا نجري بعد السماء من فاتن به كان مقبولا. ان هذه التسكيرة فمن جاء اتخذ الى ربه سبيلا. ان ربك يعلم انك تعلم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الليل ودبر من النهار عالما بنت السوء فتعصى عليه فقرا وما تيسر من القران.